كويس. بحيي الاخوه الزملاء اللي تقدموا بالقانون ده، وبحيي الحكومه على المجهودات العظيمه اللي بتعملها. لكن الحقيقه يعني احنا سمعنا قبل كده الحقيقه انين رجال الصناعه، وسمعنا المجلس الموقر قد ايه بيتكلم عن اهميه الصناعه ودعم الصناعه. لكن انا عايز اقول لكم شهاده حق، الصناعه في خطر، وانا هقولها بمنتهى الحق بصراحه، نتيجه بعض السياسات الخاصه السياسات النقديه النهارده بنتكلم عليها. الصناعه مش وزاره الصناعه بس، الصناعه هي منظومه الصناعه من كل الوزارات. الصناعه هي الفكر التنافسي اللي بيحطنا على خريطه العالم في منتجاتنا وفي اسمنا وفي البراند نيم بتاعنا. الحقيقه العالم بيتغير، ومصر حتى في المنطقه الاقليميه في المحيط الحيوي الاقليمي بتاعنا بيتغير، وبيتغير بطريقه علميه مدروسه هتاثر علينا في المستقبل. انا مش عاوز اقول على دول بيعملوا ايه وبيتصرفوا ازاي وبيتحركوا ازاي عشان الصناعه. الدول النهارده بتتكلم على القيمه المضافه العاليه وعلى صناعات المستقبل وعلى توطين الشركات المالتي ناشونال في بلادها، ازاي نجيب القيم دي وازاي نعظم فيها القيمه وازاي نقدر نصدر منها وازاي نربي الكوادر الانتاجيه المتخصصه في كل حاجه. الحقيقه ده الاتيتيود بتاع الصناعه. لكن لما احنا بنتكلم على الصناعه اللي هي صناعه صغيره واللي تحت السلم والغير رسميه، وبنتكلم احنا عشرات السنين بنتكلم على الموضوع ده، لكن مفيش استجابه اللي المفروض تكون. اذا لازم انا اقيم الموقف، لازم انا اقول انا عايز سياسات جديده، انا عايز برامج تحفيزيه جديده، انا عايز اجيب القوه دي القوه الانتاجيه اوطنها في اماكن معينه لصناعات معينه تعمل لي قيمه مضافه، عاوز اهلها للعالميه، عايز اقول له المنتج بتاعك ده ازاي يخش يكتسح اسواق العالم، عايز اشوف مشاكله في التمويل ومشاكله في البيروقراطيه والاجراءات ومشاكله في تكاليف الانتاج ومشاكله في تكاليف الاستثمار ومشاكله في التسويق العالمي الخارجي، انا اجيبه عندي ازاي؟ لازم مبادره جديده باسم جديد. جماعه يعني السعوديه لما جت تتكلم على العمره قالت تذكرتك تاشيرتك كلمتين بس ليهم دلاله في السوق العالمي. لما اجي اتكلم بقى اقول له الصنع الصغير ده اقول له اعفائك تقنينك. ما انا ممكن اقول كده. وابقى انا بعمل له برامج، البرنامج ده برنامج كامل، لما تقنن نفسك وحفزه في التوقيتات اقول له الست شهور الاولى لو انت جيتني تقنن نفسك انا هعمل لك 1 2 3 4 5 هاديه هدخله في المدينه الصناعيه وهديله تمويل بسعر خاص وهعمل له اداره خاصه. الموضوع يا فندم موضوع كبير مش سهل، موضوع في منتهى الخطوره. احنا بنتكلم عن الصناعه كخطيره التنميه، هي الصناعه المستقبل اللي تدفع الضرايب وبتدفع الجمارك وبتعمل قيمه مضافه وبتشغل العماله وبتعمل التصدير وبتعمل كل حاجه. لكن النهارده الارقام مش هي الارقام اللي تليق بمصر والقوة الاقتصادية الكامنة في مصر. المشاكل النقدية النهاردة اللي موقفة الخامات وموقفة التوسعات وموقفة الانتاجية، لا في موضوعات لازم نعد دراستها وبسرعة. العالم كله بيتغير، ولو احنا ما جريناش السجادة هتسحب الناس هتروح في اماكن تانية. احنا عاوزين نشغل العمال اللي عندنا وعاوزين نشوف المدن الصناعية تشتغل بأحدث طرق ليها وتعلي فيها القيمة المضافة. ده مش هيجي بإجراءات تقليدية، ده عاوز بلان جديد خالص، مفاجأة جديدة خالص للصناعة، للصناعات الصغيرة والمتوسطة. ازاي اوطن الصناعات دي في المحافظات؟ ازاي كل محافظة عندنا تقدر تتغنى بمنتجات تشتهر بيها؟ زي محافظة دمياط عندها منتجاتها في الاساس اشتهرت بيها، لكن محافظات مصر كلها التوطن الصناعي فيها يعمل فيه يعمل ايه؟ دي استراتيجيه كبيره لازم تدرس وتوطن فيها الصناعات على مستوى المحافظه، وتشوف بقى المبادرات الجديده اللي ناهل فيها الصناعه دي اطلعها من تحت السلم واقويها او احطها ازاي بالمبادرات الجديده دي واقدر اعمل فيها ايه؟ الموضوع ده مهم جدا. ويمكن انا اقترح ان لجنه الصناعه تعمل تقرير كامل على يعني تنافسيه الصناعه في مصر ويمارسكم موخر يقدر يدرسه، وجلسه متخصص لانتاجيه الصناعه. وانا بحيي الحقيقه كل المجهودات اللي بتعملها الوزاره وبتعملها الساده الزملاء في دعم الصناعه وشغل ساتر.